معنا من واشنطن المبعوث الامريكي الخاص بايران براين هوك. اهلا بك سيد هوك معنا على شاشه سكاي نيوز عربيه. ذا موقع انترسبت الامريكي والنيويورك تايمز ايضا تكشفان عن وثائق عن اجتماعات حصلت في تركيا بين الحرس الثوري وبين الاخوان المسلمين. هل كانت الولايات المتحده على علم بهذه الاجتماعات؟ هذا ليس بأمر مفاجئ. أي الاجتماع بين إيران وتنظيم الإخوان، إذ هذه منظمة إرهابية قابلت منظمة إرهابية أخرى، ربما قد تكلما عن تمويل إدارتهم. خلال العامين والنصف المنصرمين عمل الرئيس ترامب على إعطاء أولوية لعزل دبلوماسيا وفرض سلسلة من العقوبات على إيران، ونحن سعيدون من النتائج التي نراها اليوم. ولقد قلنا أن العقوبات ستتوسع لتشمل الشعب الإيراني، وعلى الشعب أن يطالب الجمهورية ألا تنفق أموالها وأن تمول ميليشيات في منطقة الشرق الأوسط مثل ميليشيات حزب الله. فهذه الميليشيات قد أدت إلى سفك دماء كان في اليمن وإلى لبنان. ولكن ما هو موقف الولايات المتحدة من استضافة تركيا لهذا النوع من الاجتماعات باعتبار أن تركيا تعتبر دولة حليفة الولايات المتحدة؟ لم تسنح لي الفرصة للاطلاع على صفحات 700 التي نشرتها اليوم نيويورك تايمز، ولكن نحن نركز اليوم بعد المؤتمر الصحفي التي قام به وزير الخارجية أننا ندعم الشعب الإيراني. كما أعلن السيد بومبيو أن سيكون هناك عقوبات ضد أي مسؤولين عراقيين يسرقون ثورة وثروة الشعب العراقي، وأن كل شخص قد يقوض من حقوق العراقيين. فالشعب العراقي يريد استعادة بلاده، فكانت إيران تحاول منذ فترة طويلة السيطرة عليه. وأنا أعتقد أننا يسرنا رؤية التظاهرات التي تحصل في إيران. لسنا متفاجئين من ذلك، وقلنا للنظام أنه يملك خيارين، إما الاستثمار في شعبه أو رؤية انهيار الاقتصاد. ولكن للأسف يقوم النظام الإيراني باتخاذ قرارات سيئة ويتبع إيديولوجية الحرس الثوري عوضا من العمل لصالح شعبهم. واليوم يدفع النظام ثمن كل هذه المغامرات الدولية. لقد سئمنا من ذلك وقد سئم الشعب الإيراني من ذلك أيضا. عندما يصرح وزير الخارجية الأمريكي ويقول أن الولايات المتحدة تساند الاحتجاج وكفاح الشعب العراقي، كيف يمكن أن تترجم هذه التصريحات وهذا الدعم على أرض الواقع؟ تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تساند الاحتجاجات وكفاح الشعب العراقي، كيف يترجم الدعم الأمريكي للشعب العراقي على أرض الواقع؟ نملك بعض المشاكل التقنية، ولكن بإمكاني القول أن الولايات المتحدة قد أنفقت الكثير من الأموال ولقد استثمرت بشكل كبير لدعم الشعب العراقي. وأعتقد أن الشعب العراقي لا يريد أن يقود دولته، لا سيما من قاسم سليماني ومن المرشد الإيراني. فالنظام الإيراني يحاول أخذ هذا النموذج الفاشل لميليشيا حزب الله وفرضه على العراق وسوريا واليمن، ومع الحوثيين يحاولون تحويل الحوثيين إلى ميليشيات مشابهة لحزب الله. ونحن نعرف اليوم أن هناك اليوم ضباط من حزب الله يعملون مع الحوثيين في اليمن. نحن كما تلاحظين أن التظاهرات في العراق وإيران
ولبنان هي شعوب ترفض نموذج إيران بتصدير الثورة وتقويض الدول وتقويض هوية الشعوب ومحاولة استبدالها بهذه الهوية الطائفية ومحاولة تسليح هذه الأنظمة. هذا لن يعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية إن التدابير ستتخذ بحق المسؤولين العراقيين الذين يعملون مع إيران ولمنع أي تدخل إيراني. إذن هذه كان موقف رائع لوزير الخارجية للوقوف مع الشعب الإيراني والعراقي واللبناني. أيضا سيد هوك، واشنطن أبدت قلقها العميق من سقوط قتلى في الاحتجاجات الإيرانية في إيران. أيضا كيف يمكن أن يكون أن تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني؟ يعني الولايات المتحدة أبدت قلقها العميق من سقوط قتلى في احتجاجات إيران، كيف يمكن أن تساند وتدعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني في احتجاجاته هذا؟ I'm not sure I understood your question, but I'll give it a shot. إن النظام الإيراني اليوم قتل عدد من الأشخاص، وهناك تقارير بمئات عشرات الإيرانيين الأبرياء الذين تعرضوا للقتل. الشعب الإيراني سأم من نظام فشل في عمله، واليوم نعرف أن السلطات تستخدم القوة ضد الشعب الإيراني. الحرس الثوري هو الأساس في زعزعة السلام في بلاده. وقال وزير الخارجية اليوم أن على إيران الامتناع عن استخدام العنف ضد شعبه، ونحن ندعم الشعب الإيراني الذي يريد حكومة تمثله، ونحن نعتقد أن هذا المستقبل ممكن، ونحن ندعم الشعب الإيراني في هذه المطالبات. لأننا لطالما طلبنا الحكومة الإيرانية من الاستثمار بإنفاق مليارات من الدولارات في بيروت ودمشق وبغداد، عوضا عن إنفاقها في إيران لتحسين الطرقات والتعليم والاقتصاد. رأيت فيديو لامرأة إيرانية تسلقت عمود وأزالت شعارات الموت لأمريكا. هي تمثل قلب الشعب الإيراني الذي يريد علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، ووقف النظام الإيراني في وجه هذه العلاقة لسنوات وعقود. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.